دومينو مش عادية، بازلز منطقية، سودوكو، متاهة، وحتى لعبة من القطب الشمالي. اتعلموا ازاي تعملوا ألعاب منطقية ليكوا ولأصحابكوا في حلقتنا الجديدة. ايه اليوم الممل ده؟ البنات لعبوا كل الألعاب اللي على موبايلاتهم فعلاً، ودلوقتي مش عارفين يعملوا ايه؟ هيموتوا من الزهق. لكن دخول ستيف الأسطوري غير كل حاجة، معاه جزء من ميراث جده، مفيش ملل تاني. يلا نحل البازلز. نقص مربع من الفوم على مقاس علبة، نلزق عليه صورة شخصية مطبوعة، نرسم مربعات على قطع الفوم ونقطعها بكتر، نشيل الصورة في الصندوق ونشيل آخر مربع زي بازل 15 قطعة. إيه البازل الغريبة دي؟ سامانتا طلعت صورة فم شخص؟ لا لا لا، ما ينفعش تشيل القطع من العلبة. حسب القواعد لازم تحركيهم داخل الصندوق بس ونجمع الصورة مع بعض. جيسيكا لخبطت كل قطع الوش. ما تستعجليش، خدي وقتك. أخيراً حلينا بازل ال 15 قطعة. دي صورة جد ستيف، هو ده بقى صانع اللعبة. الأصحاب عايزين يفضلوا يلعبوا، منين ستيفي مفروض يجيب لهم لعبة جديدة؟ طبعاً من موبايله. هو لقى لعبة آي كيو بروفاي وحولها الواقع على طول. نركب خرز كبير على خل أسنان، نثبتهم بسوبر جلو، نشيل الأجزاء الزايدة من خل الأسنان ونسخن مفك ونعمل بيه ثقب في آخر خرزة، نغرز فيها خلة أسنان ونركب فيها خرزة، نشيل الجزء الباقي ببنزة قاطعة، نعمل قطع مختلفة بنفس الطريقة، نلون كل قطع بألوان أكريليك مختلفة. نشيلهم في الصندوق ايه نوع اللعبة دي؟ البنات بيحبوا الخرز الزاهي ده. لازم نعمل هرم من القطع، وكل قطع لازم يكونوا في مكانهم الصحيح. الأصدقاء بيحلوا البازل ثلاثية الأبعاد، دي صعبة جدا لكن مشوقة جدا. أخيرا كل قطع شكلوا الهرم. هي نجحنا في امتحان الذكاء. سامانتا معاها شنطة ميك اب في إيديها. إزاي؟ جيسيكا وستيف عايزين يلعبوا مش يحطوا ميك اب. ده شيء عظيم، لأن سامانتا معاها لعبة تريكي باجز منطقية في الشنطة. نلزق صورة ملعب بالحشرات عليه فوق كرتون سمين، نقصه ونعمل ظهر الملعب من الكرتون، نلزق شرايط مغناطيسية عليه ونلزق الملعب فوقيه، نزين الظهر بصورة أوراق نباتية خضراء ونزين الأحرف بشريط زينة. نقص قطع اللعب من كرتون سميك للزينة، نلزق على ظهرها قطع مغناطيس بصمغ صوت، نركب قطع اللعب على الملعب بحيث تخفي الحشرات اللي مش محتاجينها، نطبع كروت بمستويات ومهمات، نلزق قطعتين من الجلد الصناعي علشان نعمل شنطة، ونلزق عليها فيلكرو ونشيل فيها اللعبة. سامانتا طلعت لعبة باجز اللي معاها وبتشرح القواعد. لازم نعمل مجموعات من الحشرات حسب المطلوب على الكارت، ونغطي الحشرات اللي مش محتاجينها بقطع اللعب. ستيفي قدر بسرعة يجمع الحشرات من المهمة، هو ملك الحشرات. ما تستعجلش، عدي المستوى التاني الأول.
وقت ما ستيفي بيفكر في مصير الحشرات، جيسيكا عرفت تجمع المجموعة المطلوبة كلها مع بعض. عمل رائع، ده انتصار عظيم. جيسيكا إمبراطورة لعبات باجز. الأصحاب رجعوا زهقانين تاني، لكن الكوكيز ألهمت جيسيكا وشكلها اخترعت لعبة. يلا وسعوا المستقبل الألعاب، نضيف لوحة لعبة مطبوعة على فرخ من الكرتون ونثبتهم بكليبسات ورق، نحدد حدود الملعب بقلم جاف فاض، نلون الملعب الكرتون بألوان أكريليك، نلون المسارات المتحددة بالخطوط المحفورة لما الدهان ينشف، نقص الملعب، نشيل القطع في العلبة ونضيف عليها قلب زينة من فوق. جيسيكا رجعت بلعبة جديدة، يلا نشوف ايه جواها. القواعد بسيطة، لازم نرتب القطع مع بعض بحيث نعمل مسارات الطرق الملونة. دي فكرة رائعة، عمل هايل يا جيسيكا. الأصحاب بنوا الطريق السريع كوسكوزح بحماس كبير جدا، دول عملوا خريطة كاملة. ستيفي راح فين؟ هو اتزنق في القطب الشمالي ولا ايه؟ في الحقيقة ستيفي رجع من القطب وهو متلج خالص. وهو كان بيعمل ايه هناك؟ طلع ان ستيفي راح رحلة استكشافية للقطب الشمالي عشان يلاقي لعبة جديدة. نرسم حدود البحر والكتل التلجية على كرتون سميك، نلون البحر أزرق، نعمل أربع ألواح لعب، نرسم مربعات على اللوح الخامس ونضيف عليه بلاستيك شفاف ونقطعه لأشكال مختلفة حسب النموذج، نلزق لزق دبل فيس لفوم متنوع الألوان كقاعدة، نقص شوية أسماك ونلزق عليهم أحجار زينة كعيون، نعمل دببة من فوم أبيض لامع، نرسم التفاصيل بقلم ماركر، نقص حوت أسود من لباد أسود لامع ونضيف التفاصيل بلون أبيض، نعمل راجل الإسكيمو من قطع لباد بني، نلزقهم مع بعض. نضيف التفاصيل بألوان وقلم ماركر، نعمل مجداف لرجل الإسكيمو من خل أسنان وعصاية تقليب القهوة، نلزق كل القطع على البلاستيك، ونضيفهم على لوحة اللعب. الأسماك والإسكيمو لازم يكونوا في المية، والدب القطبي على كتلة التلج. نشيل اللعبة في الصندوق، الأصحاب طلعوا كل القطع وجمعوا كتلة الحيوية للقطب الشمالي. لازم نضيف الكائنات البحرية والدببة القطبية في مكانهم الصح، في البحر أو على كتلة التلج. لما كان ستيفي بيحاول يتدفى، البنات كانوا خلصوا واحدة من لوحة اللعب. اللعبة دي رائعة يا ستيفي، شكراً إنك جمدت أنفك عشان تجيبها لنا. إحنا لسه زهقانين، كل واحد مشغول بحاجات تافهة، ياريت نلاقي حاجة مرحة نعملها. ستيفي اقترح نعمل خدعة سحرية، لكن مستقبله كساحر فشل. فقرر ستيفي يفرج البنات شوية سحر حقيقي. هو محتاج مكونات طبيعية، وعاء كبير، وثقة في النفس. هو بيخلط وصفة سحرية. يلا نضيف شوية نار. البنات اتجمدوا من الترقب. هو هيعمل إيه؟ جيسيكا الشجاعة دخلت إيديها في الوعاء اللي بيطلع دخان، وطلعت لعبة تريامينوز جديدة خالص. نرسم مثلثات متساوية الأضلاع على لوح خشب،
نخلي حد كبير يقطعها لنا باستعمال منشار، ونصنفر كل قطع بورق صنفرة، هيطلع لنا 46 مثلث. نرسم نقط بطريقة الدومينو عند كل ركن كل مثلث من المثلثات. نقص اسم اللعبة من فرخ فوم. نلزق الحروف على قمة صندوق ورق. واو! شكراً يا ستيفي! قواعد اللعبة بسيطة جداً. لازم نحط المثلثات اللي علامتها متماثلة جنب بعض زي لعبة الدومينو. الأصدقاء بيقضوا وقت عظيم. أصحابنا بيقولوا قصص مسلية، لكن فجأة وصل لهم طرد. ظرف فيه قطعة غريبة من الكرتون، ومجموعة من المربعات الغامضة. أنتم غلطانين، دي لعبة سودوكو بسيطة. نرسم مربعات على فرخ كرتون، ونحدد حدود المربعات بقلم ماركر. نقطع أربع أشكال مختلفة من ورق الفوم. نعمل أربع قطع من كل نوع. الأصحاب ابتدوا يلعبوا. لازم نضيف القطع على اللوحة بحيث ما يكونش فيها أشكال متكررة في نفس الصف. دي لعبة بتحتاج مهارات تفكير. فريقنا نجح! عمل رائع! سمانتا لعبة المتاهة حبستها رهينة ليها. عمالة بتحرك الكرات زي الزومبي ومفيش حاجة بتشتتها. نشيل قلب ساعة حيطة بايظة. نضيف فيها قطعة خشب قبل كاش. نثبتها بعصيان تقليب قهوة من على الأطراف. نرسم دوائر في الداخل ببرجل. نقطع حصيرة يوجا قديمة لشرايح، ونلزقهم على الخطوط كجدران المتاهة. نسيب فتحات، ونضيف خرز على المتاهة. نعيد تركيب جسم الساعة. الأصحاب يجربوا طرق مختلفة لجذب انتباه سامانتا، لكن من غير فايدة. مش حاجة سهلة إنك تقدري تطلعي من متاهة الزومبي. الغنى والصريخ مش هينفعوا، حتى لما صاحبتها أغمى عليها ولا حاجة. سامانتا واللعبة توحدوا في شيء واحد دلوقتي. ارجعي لنا بقى. أخيراً الأصحاب أخدوا منها اللعبة بالقوة، لكنهم وقعوا في نفس الفخ. كلهم اتسحروا بالمتاهة دي. عجبتكم ألعابنا المنطقية؟ اكتبوا لنا في التعليقات أنهي لعبة مرحة هتلعبوها مع أصحابكم، وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على علامة الجرس علشان ما يفوتكمش ألعاب لعب جديدة على تروم تروم.